ما قلنا شعارنا كالعاده الاهلي يعني مصدر السعاده. الحقيقه الحلقه دي كانت من احلى الحلقات الحقيقه على قلبي. ليه؟ لان انا عارف مجهود اللي بيبذل في الفرقتين، سواء فرقه 2000 مواليد 2000 الوتر بولو او الفريق الاول لكره السله سيدات، مجهود بيبذل غير عادي غير عادي. يمكن اللي اتبذل طول السنه مجهود كبير جدا عشان نرجع من بعيد ونيجي للمكان اللي احنا فيه. لا الحقيقه الفرقتين دول يستحقوا كل خير، وكان واجب علينا كملوك الصلاه زي ما احنا في ظهرهم في الملعب، في ظهرهم في اي حدث، حتى في التمرين كاميرا ملوك الصلاه بتبقى معاهم. كان لازم وقت المكسب يكون تكريمهم، زي ما تعودنا وعودناكم على العاده دي. يا رب ان شاء الله ما تتقطعش، ان احنا بنكرم ابطالنا بتورته كبيره بعد مكسب او اي مكسب عزيز علينا. زي ما عودناكم النهارده في تورته ومزودين عليها طبعا ملوك الصلاه، لان هم يستحقوا ملوك الصلاه للالعاب الاخرى في النادي الاهلي زي فريق الكوره بالظبط، زي فريق الكوره بلس 90 زي ما قلنا، وكابتن وليد قال حتى واحنا بنتكلم بلس 90 ما عندناش مستحيل ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي في المقدمه. استاذن طبعا اللعيبه والنجوم واللاعبات اللي معانا ان احنا نقطع التورته. اتفضل يا كابتن ايهاب، اتفضلوا يا جماعه، اتفضل يا كابتن وليد، يلا يا كابتن عمرو، يلا يا رجاله، يلا اتفضل، اتفضلوا يا بنات. من النص بقى، لا من النص عشان محدش يزعل. ايوه كده حد فينا بالظبط. الف مليون مبروك يا جماعه، الف مليون مبروك، الف مليون مبروك. الواحد ما عندوش اي حاجه يقدر يقولها غير يعني متشكرين لنجومنا ومتشكرين لحضراتكم على حسن المتابعه، وان شاء الله ملوك الصلاه زي ما وعدناكم هنكون في ظهر نجومنا وابطالنا اللي احنا بنتشرف فيهم، اللي هم الحقيقه مش ثروه النادي الاهلي بس، دي ثروه مصر كلها. وزي ما قلنا النادي الاهلي بيقدم اكبر خدمه للرياضه المصريه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، نورتوني وشرفتوني. الى لقاء اخر، ونقول ايه، نقول انجاز جديد، نقول مباريات جديده مع ملوك الصلاه. شكرا جزيلا لحضراتكم.